مسلسل الحرائق لا يفارق البصرة أبدا، خصوصا مع أيام الصيف اللهب وارتفاع درجات الحرارة. حريق جديد في أبراج التبريد بالشركة العامة لصناعة الأسمدة بمنطقة خور الزبير، فيما شاركت أكثر من سيارة أطفاء لإخماد الحريق الذي لم يسفر عن خسائر بشرية. الحريق صار اليوم الصبح تقريبا بالعشرة ونص صباحا، والحمد لله قدرنا نسيطر على الحادث والحريق من قبل قسم الإطفاء اللي عندنا، شعبة إطفاء في قسم السلامة، وكذلك الفرق اللي سندتنا من المنطقة الحرة ومن البصرة، وأنا أشكرهم طبعا، أشكر جميع الشركات اللي ساهمت ويانا وساعدت في إخماد الحريق، والحمد لله ماكو خسائر بشرية الحمد لله. ومع انتهاء الحريق مباشرة بدأت التحقيقات لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء الحادث ومحاسبة المقصرين. الشركة العامة لصناعة الأسمدة أكدت أنها تعمل حاليا بطاقتها الإنتاجية لإنتاج 1000 طن من سماد اليوريا يوميا، ولم تتوقف عن العمل. التحقيقات مستمرة لمعرفة سبب الحريق، بس الحمد لله والشكر تمت السيطرة بجهود كل الخيرين الموجودين بالشركة متمثلة بشعبة الأطفاء، إسناد من الدفاع المدني، إسناد من الشركات الشقيقة. الحريق انتهى والحمد لله بدون أي أضرار بشرية، وأحب أقول أنه ما أثر على تشغيل الشركة، الشركة لا زالت تحت العمل، الخط الإنتاجي الثاني بكامل طاقته، تسويقنا مستمر للتجهيزات الزراعية. شفت خطوط التعبئة تشتغل، المعمل يشتغل بكل طاقته، الوضعيه مالتنا طبيعيه جدا حاليا بالمعمل. يعتبر هذا الحريق من يعني خلينا نقول من الحرائق البسيطه بالنسبه للمعامل مالتنا جدا. تأولت بعض الاحاديث وأولت بعض الصفحات الوهميه وخنسميها او المغرضه بهذا الحريق. وتضم المحافظة مصانع انتاجية كثيرة، أهمها معامل الحديد والصلب والبترو والورق بالإضافة للأسمدة، لكن غياب الدعم الحكومي بالسنوات السابقة وكثرة عمليات الاستيراد أدى لعدم عمل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية. لقناة التغيير، يونس الرباعي، البصرة.